ابتديت كرة طايرة في النادي الأهلي من وأنا عندي 10 سنين، يمكن أول سنة كانت 93. ابتديت من تحت 10 سنين، اللي هو تحت أول 11 سنة أول فرقة لعبنا فيها. الحمد لله أنا قطاع الناشئين كله كسبان منطقة القاهرة والجمهورية في كل السنين لحد 19 سنة. يمكن أنا الجيل بتاعي كابتن عبد الله عبد السلام وكابتن أحمد صلاح، مواليد 83 و84. لعبنا مع بعض السنين دي كلها، لعبت منتخب الناشئين ومنتخب الشباب، كسبنا افريقيا، كسبنا كاس عالم، ابتدينا نلعب بالدرجه الاولى في الاهلي وفي منتخب مصر من 2004، يمكن اخر سنه لينا في 19 سنه. يمكن عبد الله وصلاح سبقونا سنه ان هم طلعوا درجه اولى الاول. لعبت من 2004 لحد 2011 في النادي الاهلي درجه اولى، يمكن كسبت بطولات كتير، يمكن 6 دوري، 7 كاس، 4 افريقيا، 3 بطولة عربية. الحمد لله عملت بطولات كتير مع النادي الاهلي. الحمد لله فتره لعبي في النادي الاهلي كنت في القوام الاساسي في الفرقه. جيت في 2009 عملت عمليه صليبي، يمكن ده بعدني عن المنتخب، انا كنت بلعب في المنتخب من 2004 تقريبا. بس كملت في الاهلي لحد 2011. 2012 رحت نادي طلائع الجيش، قعدت هناك لحد 2018. يمكن معظم فرقه الاهلي اتنقلت لطلائع الجيش في الفتره دي، كانت بعد الثوره، والحمد لله ربنا كرمنا هناك، كسبنا 2 دوري و2 كاس وبطوله افريقيا او 3 كاس كمان. بعد كده عملت تجربه انا بالنسبه لي كانت غريبه شويه، ان انا رحت اسكندريه لعبت في نادي الاتحاد 3 سنين. يعني التجربه دي فرقت معايا كتير، لان خلتني ابتدي انقل تفكيري من لعيب لتدريب هناك شويه. الحمد لله يعني ختمت التجربه دي ان انا خدت 2 دوري مع نادي الاتحاد. يمكن بعديها قلت لا انا كفايه كده لعب، بقى ابتدي اشفت الكارير بتاعي للتدريب. جات لي فرصه ان انا امسك مدرب عام في نادي طلائع الجيش، يمكن دي كانت فرصه كبيره، ان اول سنه بطل فيها امسك مدرب عام في نادي كبير زي نادي طلائع الجيش. مسكت الحمد لله السنه اللي فاتت مدرب العام في نادي الطلائع. كانت تجربه غريبه شويه، لان انا الفرقه دي اصحابي قبل ما يبقى مدرب معاهم، فانا كنت زي اخ كبير معاهم مش مدرب عليهم. الحمد لله نجحت، خدنا 3 دوري السنه اللي فاتت ورابع الكاس. ابتدى ان في ناس هنا في النادي الاهلي ابتدوا يتكلموا معايا ان في احتمال يبقى في تغيير في الجهاز وشكل الجهاز، وكان عاوزين نبقى متواجد. رحبت جدا طبعا، بيتي طبعا كنت عايز ارجع له ده اكيد. فعلا ابتدى الكلام من اول شهر 6 كده معايا، وان في مدرب اجنبي وان انا هبقى معاه، لحد ما ديني موجوده والحمد لله. يمكن انا بالنسبه لي احلى بطوله لعبتها مع النادي الاهلي كانت البطوله العربيه في 2005 و2006، كانت في سوريا. البطوله دي كانت صعبه جدا، كانت كل الفرق مستوى كويس جدا. يمكن احنا لعبنا 9 ماتشات في 11 يوم، 5 ماتشات منهم كانوا 5 جيم، وكنا بنلعب كل يوم. كانت سفرية صعبة جدا، بس يعني من اكتر البطولات المحببة الى قلبي اللي كان ساعتها كابتن نور عطية هو المدير الفني بتاعنا. فيمكن دي اكتر بطولة لانها تعبنا فيها، تعبنا في كل ماتش من اول ماتش في المجموعة لحد الفاينل تقريبا، ادينا كل حاجة جوه الملعب، كانت كل فرقة كويسة جدا البطولة دي. فأنا بالنسبة لي دي أقوى بطولة لعبتها مع النادي الأهلي. يمكن المواقف والذكريات طبعا هيبقوا كتير جدا. احنا كنا من زمان واحنا متعودين، كنت اخلص المدرسة اجي للتمرين هنا، يمكن كانوا هنا بيطردونا بره النادي ان احنا مش عايزين نروح، احنا على طول قاعدين بنلعب فولي في ملعب الفولي. ويمكن مش يعني انا شايف ان ده كان الجيل ده كله كده، سواء فولي هاند بول باسكت، احنا على طول كنا قاعدين مع بعض بعد ما نخلص التمرين بنلعب فولي، بنلعب باسكت، بنلعب هاند بول، بس احنا كان معظم وقتنا في النادي. فيمكن لا طبعا في ذكريات كتيره جدا في النادي. يمكن ممكن يكون النادي دلوقتي كمنشآت اتغير عن زمان، بس لسه ذكريات موجودة في الأماكن كلها. لا طبعا في ذكريات كتير جدا في النادي. من أكتر المواقف اللي ممكن كانت تعتبر كوميدية شوية، إن دايما الهاندبول كان دايما بيحب يعمل مشاكل في النادي زمان، وإحنا الفولي كنا قليل جدا ما بنعمل مشاكل. فكان في مرة حصل مشكلة ما بين الهاندبول والووتر بول في النادي،
وانا ما انساش اليوم ده لان تقريبا النادي كان اتقفل ساعتها ساعه اليوم ده. فاليوم ده انا ما انساهوش يعني، اليوم ده انا فاكره كأنه حصل امبارح اليوم اللي حصل ده. فلا لا تمام. طبعا رجوع النادي الاهلي كمدرب عام لفرقه الدرجه الاولى حاجه مش سهله خالص، يمكن ويمكن دي تعليقات الناس كلها حواليا، ربنا يعينكم ربنا، الموضوع مش سهل بالذات ان انا في ناس في سني موجودين في الفرقه، فان انا ابقى مدرب عام عليهم الموضوع مش سهل، الموضوع محتاج حسبه، انا امتى اكون صديق وامتى اكون مدرب والكلام ده. يمكن النادي الاهلي بقاله سنتين ما بيكسبش الدوري والكاس مهما كانت ايه الاسباب بتاعت السنتين اللي فاتوا دول، بس طبيعي اكيد في اخطاء وبنحاول نتداركها وبنحاول نصلحها، بس يعني الحمد لله يعني على قد ما الناس اللي شايفه الموضوع صعب، بس انا مبسوط جدا باللعيبه، بالذات اللعيبه السنه دي يعني احنا مش محتاجين ان هم فاهمين ان هم السنه دي سنه صعبه بالنسبه لهم، سنه عاوزين يرجعوا يكسبوا كل حاجه، فهم عاملين اللي عليهم وزياده. يمكن مجلس اداره الاهلي مدعمنا جدا السنه دي، يمكن ما فيش اي مشكله كانت بتحصل على طول كانت بتتحل على طول. طيب يمكن اقول لجماهير النادي الاهلي طبعا انتوا يعني احنا انتوا معودين على طول ان احنا لازم نلعب على المكسب على طول. يمكن الفريق اخفق اخر سنتين في الدوري والكاس رغم انه حقق بطولات جنب الدوري والكاس السنتين اللي فاتوا، بس ده ما كانش مرضي للجماهير طبعا. ان شاء الله السنه دي هيبقى موسم مرضي جدا للجماهير، بس سيبونا نشتغل. يعني انا متابع التعليقات، في انتقادات بتحصل في، بس احنا عارفين احنا بنعمل ايه، شايفين الوضع قدامنا، عارفين اختياراتنا، عارفين لو هنجيب محترف هنجيبه في مركز ايه امتى، كل ده مدروس، كل ده معمول حسابه، احنا مش قاعدين نايمين. وان شاء الله خير، ان شاء الله خير السنه دي ان شاء الله.